أول مشكلة طبعا تعاني منها البلد وهموم البلد وتؤرق القرية هي مشكلة الاحتلال ومشكلة الاستيطان. محاصرة القرية من ثلاث جهات، الجهة الجنوبية مستوطنة يتسار، الجهة الشمالية الشارع الالتفافي، ومن ثم من الجهة الشرقية. إذا ثلاث جهات البلد فيها محاصرة، لا تستطيع التمدد، لا يستطيع الناس الوصول إلى تلك المناطق إلا بشق الأنفس وبعد محاولات عديدة. القضية الثالثة قضية تعبيد الطرق وتأهيلها. نحن بحاجة لشبكة طرق وتعبيد هذه الطرق وتأهيلها، وطالبنا أكثر من مرة ورفعنا أكثر من كتب للجهات المعنية، بالإضافة لتوسعة شبكتي الكهرباء والماء في تلك الطرق. القضية الملحة أيضا هي قضية توسعة المخطط الهيكلي للقرية، وطالبنا أكثر من مرة بتوسعة هذا المخطط، ولكن حتى الآن لم نتلقى أي رد أو إجراء عملي على أرض الواقع. القضية الأخرى هي قضية ضيق الساحات في مدرسة الذكور. مدرسة الذكور ضيقة جدا، ساحاتها مكتظة جدا، بحاجة إلى توسعة، كما أننا بحاجة لفتح شعبة للعلم في هذه المدرسة لتضم الطالبات والطلاب فيها. القضية الأخرى وهي قضية البطالة وقلة العمل لدى فئة الشباب وخاصة من الخريجين منهم، وطبعا هذه قضية عامة يعاني منها كافة أبناء شعبنا، ولكن نشعر أننا في القرية في ازدياد ومشكلة أصبحت تؤرق الجميع، في ظل أنه كل طلاب التوجيه الناجحين يتوجهون للجامعات ويتلقون دراستهم ويتخرجون من الجامعات.